لو مش هتعرفوا نعتمد على نفسنا لحد ما الدكتوره هبه يعني نزل. المفروض النهارده ان شاء الله هناخد كده اول 10 دقائق اول هناخد هي 60 دقيقه بالظبط. اول 10 دقائق هنكمل تدريب المستثمرين عشان يبقى خلصنا مرحله الانرجيتكس انتي بايوتكس. بعد ال 10 دقائق اللي معانا حابين نشرحهم النهارده. اول حاجه هنكمل بقى درس البيستسايد بعدين نقفله عشان ما نبقاش سايبين ورا حته في كل حاجه كده. هنكمل مره الدكتوره نديم هناخد في 20 دقيقه الاورجانو كلورينز وفي 20 دقيقه تانيين هناخد مين الالمونيوم انزيم فوسفات. تمام؟ بحيث ان احنا خلصنا البيستسايد خلصنا الانزيمز انتي بايوتكس احنا كده ايه ندخلهم في الامتحان عشان اوكي؟ طيب المفروض يعني ان احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الانجيزكس انتي بايوتكس. في ناس كتير تقريبا هم الناس اللي هي بتذاكر وبتدور ويعني حريصه شويه كتير سالوني على الفيس دلوقتي واحنا هنذاكر من ايه؟ المذاكره اللي في الكتاب اللي بتدعي الاسم انتوا اشتريتوه. طب بتقولي حاجات زياده على الكتاب نعمل فيها ايه؟ قلت لهم انا بحط كل اللي في الكتاب يعني مفيش حاجه في الكتاب مش بقولها لكن ممكن اضيف حاجات توضيحيه زي ما قلنا المره اللي فاتت. ليه بيحصل هايبر ثيرميا؟ ليه بيحصل اسيد ميتابوليك اسيدوزس؟ ليه هضطر اعمل جاستريك لافاج اب تو 12 ساعه؟ ليه هضطر ادي مالتيبل دوز اكتيفيت شوك؟ مش معقول انا حفيظه وعمالين نسمع وبقت لازم افهمين كل حاجه ليه؟ فالحاجات اللي بقولها توضيحيه. طب يا دكتوره هنسيب الامتحان؟ انا لسه واخده امبارح رد من الدكتور عبد الناصي ان الامتحانات بتيجي الامتحان من الكتاب واي اضافات ممكن تقال في المحاضره ممكن يجي من الاسئله طالما مش حاجات يعني ايه اللي هي خارجه عن الموضوع مش بجيب لكم يعني موضوع جديد خالص اضيفه ولا حته اوفر بضيفها من على النت. لا احنا جاست ان احنا بنوضح بعض الاشياء خلاص عشان يبقى قفلنا الكلام في الحته دي. هنتكلم النهارده على التريتمنت اوف الانسلين. زي ما قلنا ان مذاكره التوكس كلها هتبقى عباره عن سكيما انا هتبناها طول ما انا ماشيه هشرح بيها ممكن تزهقوا منها بس انا متبنيه السكيما ليه؟ عشان على اخر السنه تبقوا حفظتوا السكيما خلاص. خلاص؟ احنا بنتكلم على سورسز اند كونديشنز اوف بويزنج ميكانيزم اند كلينيكال بيكتشر زي موز اند فيل وسيما التريتمنت اوف اكيوت. كل كلام يا جماعه بيسموه على الاكيوت توكسيستي مالناش دعوه بالدون خالص. الانفيرومنتال اكسبوجر والاوبريشنال اكسبوجر ده كرونيك ده مش بتاعنا خلاص ده بتاع الزراعه وحاجات ثانيه. انا كسمون كلينيكال توكسيكولوجي بتعامل كله في اكيوت توكسيستي عشان لما يجي لك بروبلم سولفنج لازم تكتب كلمه اكيوت زي مثلا بروح على سلسله اكيوت سلسله خلاص. طيب الاكيوت سلسله توكسيستي هنعالجها ازاي؟ احنا قلنا في سكيما عامه للعلاج اللي هي ايه يا اولاد؟ الامرجنسي اند سبورتيف تريتمنت دي كونتامينيشن انتي دوت انهانسد اليمينيشن وفي داتا اساسيه احنا ممكن نحطها في كل توكسيستي. لازم هيبقى فيه كير للاير واي لو في مشكله والبريزنج والسيركوليشن والكوما والكونفنجن هيبقى فيه جاستريك لافاج هيبقى فيه اكتيفيتد شاركول فول باول اريجيشن. طيب يعني اذا في كل توكس وانا بذاكر في كل توكس وانا بشرح هيبان النهارده هقول لكم العادي بس في حته كده ايه تكه خلي بالكم منها هنا. ايه بقى التكه الموجوده في الاكيوت سلسله توكسيستي؟ هما حاجتين الحقيقه، حاجه في الدي كونتامينيشن وحاجه في الانهانسمنت اوف الاليمينيشن. يبقى ما اقول لك علاج الاكيوت سلسله توكسيستي وانت بتذاكر العادي، الكلام اللي انا اخدته في الجنرال توكسيكولوجي، خلاص انا حفظته صح. طب ايه الحاجتين اللي بيميزوا علاج الاكيوت سلسله؟ احنا كده يعني مش عارفين كل مره سلسله توكسيستي هنمشي على نفس السكيم العاديه زي ما اتفقنا. الاميرجنسي اند سبورتيف ما فيهوش اي اضافه بقدر اضيفها على الجنرال عادي كل حاجه هي دي كونتامينيشن. ايه بقى التكتيكين اللي هم السلسلين؟ قلنا حاجه في الدي كونتامينيشن وحاجه في الكونتامينيشن. بالنسبه للدي كونتامينيشن احنا قلنا المره اللي فاتت ان في حاجه بتميز السلسلين ابسوربشن فروم ذا ستومك. ايه هي؟ بيكون ديلي يعني ما بيحصلش على طول بعد ما بيحصل توكسيك انجشن ما بيحصلش على طول رابط ابسوربشن لا السلسلين بيستنى شويه في الاستومك ويبقى ابسوربت اوفر تايم وفسرنا ده بتكون ايه؟ بزوار او فورميشن. هذا الديليد ابسوربشن بيفسر حاجات كتير جدا، بيفسر ايه؟ رقم واحد ان الجاستريك لافاج كان بي دان اب تو 12 اور بوست توكسيك انجيشن. العادي ايه؟ العادي ايه؟ وذين 1 تو 2 اور. وان اوف ذا اكسبشنز مين؟ واول واحد فيهم مين في الاكسبشنز؟ سلسلين اب تو 12 اور ممكن اعمل جاستريك لافاج. لما يقول لك بقى ليه؟ دي تبقى انا كده افتريت عليكم لما اقول لك ليه؟ دي انا عايزه اقول لك لا لا انا معايا لم تنزل يا دكتوره بتقول حاجه مش في الكتاب وانا بقول لك ليه انا بس بقول لك ليه الجاستريك لافاج كان بيضغط اكتر من الاول عشان يدي ايه الابسوربشن
اوكي؟ طيب نيجي بعد الجزء ال 12 عندنا ايه؟ الاكتيفيتد شاطر العادي ايه؟ ان بدي سنجل دوز اكتيفيتد شاطر 1 جرام لكل كيلو جرام، واحد من الاكسبشنز او واحد من الانديكيشنز اوف مالتيبل دوز اكتيفيتد شاطر هو مين؟ الاجلوسيفليتوز. يعني ايه مالتيبل دوز اكتيفيتد شاركل؟ يعني بدي الاول جرعه كامله 1 جرام لكل كيلو جرام، وبعدين كل ساعتين الى 4 ساعات بدي نص الجرعه اللي هي نص جرام لكل كيلو جرام. كل ساعتين او 4 ادي كل ساعتين او 4 دي لحد ايه؟ لحد الامبروفمنت. الشرط ده تابع ايه؟ ده سؤال بساله في الشفوي. وانت بتدي مالتيبل دوز اكتيفيتد شاركل لازم ابقى عيني على كل عيان الستول والبريستالسيس. لازم اتاكد البريستالسيس شغاله بالسماعه، احط السماعه على بطن العيان اتاكد ان البريستالسيس شغاله، لان المنطق والدوز الشاطر ممكن تخلف كونستبيشن، ممكن تخلف انتستينال ديستراكشن، فانا ايه عينك على عين الحته دي. بس لما اقول لك بقى ليه بدي منطق والدوز كبير شاطر في السلسلتين هتقول لي عشان ايه الابسوربشن. طب بديه ازاي؟ ادينا قلنا مش ازاي، عيني على ايه في العيان؟ على البريستالسيس وعلى الستول. كده في مشكله؟ طيب كده دي اول تكه في الديكونتميشن. بعد كده الكلام في الديكونتميشن عادي عادي جدا، يكون لو الريليشن ده في كل الحاجات، اي توكسين دراج انجشن او توكسيك انجشن موجود في شكل سستيند ريليز او ستيريك كود التابلتس اعمله كول باوت ريليشن، يعني مش حاجه سبيسيفيك اقدر اضيفها هنا. طيب الانتي دوت نو سبيسيفيك انتي دوت. طب نيجي بقى ايه التكه الثانيه اللي هتتقال في السلسلين دي؟ الانهانسمنت اوف اليمينيشن. اخدت في الجنرال توكسيكولوجي في الانهانسمنت اوف اليمينيشن ان في حاجه اسمها دايوريسيس وفي حاجه اسمها ايه؟ دايالسيس. والدايالسيس ده في عندنا بريتونيال دايالسيس وهيمودايالسيس، صح؟ احنا عندنا هنا هنستخدم حاجتين مهمين جدا في الاكيوت سلسليتوسيس، حاجه اسمها اليورينري الكالكلاميزيشن هنشرحها بالتفصيل دلوقتي، والحاجه الثانيه هي الهيمودايالسيس. ايه بقى قصه اليورينري الكالكلاميزيشن؟ في صبرات متحرقه هنا لكن قدرة قادر. طب في قلب ولا مفيش؟ مفيش؟ لا خلاص مفيش ان شاء الله. نشرح على البرزنتيشن. اتس اوكي. لقيوا ايه؟ لقيوا ان الاكسكريشن اوف السلسليك اسيد في اليورين ماشي افتر توكسيك انجشن وابزوربت ودخل البلد وعمل عمايله في الخلايا كلها هيحصل له اكسكريشن، صح؟ الاكسكريشن في الاسيدك يورين 3%. لما اعمل يورينري الكالينايزيشن الاكسكريشن بيتضاعف 10 مرات، يبقى من 3% يبقى كام؟ 30%. يبقى في الاسيتيك يورين 3%، في الالكالاين يورين 10%. قال والله دي حاجه كويسه قوي. طب ما احنا ممكن نعمل يورينري الكالينايزيشن نخلي يعني البي اتش بتاع اليورين الكالاين، فده هيحسن الاكسكريشن ويخليه يحصل بسرعه، صح؟ هيعمل يورينري الكالينايزيشن ازاي؟ عن طريق هيعملوا يورينري الكالينايزيشن عن طريق الصوديوم باي كربونيت. يجيبوا العيان يدوا له فلويدز ماشي 500 او 1000 جلوكوز 5% ويزودوا عليها صوديوم باي كربونيت عشان يعملوا يورينري الكالينايزيشن. تعالوا نفهم مع بعض ايه هي فايده يورينري الكالينايزيشن. ده كده البروبلمس. Gracias.
مش
sources وconditions of poison هو موجود ازاي في الطبيعة وبنتعرض له ازاي وده هيفيدني جدا في ايه عشان الدي كونتامينيشن على حسب انا بتعرض للتوكسين ازاي هقول هعمل له دي كونتامينيشن ازاي صح وبعدين الميكانيزم عشان اقسم الكريتيكال ادكشن ده هربطهم ببعض وبعدين الدايجنوز اند لو اتكلمنا عن الفوسفاين بويزننج ايه هي الكونديشنز اوف بويزننج يعني في سورسز الاول احنا عندنا حاجتين عندنا حاجه اسمها المونيوم فوسفاين حاجه اسمها زنك فوسفاين الالومنيوم فوسفاين ده موجود في البيئه حوالينا بشكل ايه اقراص تابلتس موجود في شكل تابلتس مشهور جدا جدا خصوصا في الوقت الحالي في الكام سنه الاخيره اعلانيا وعلى مستوى مراكز السموم بقرص الغلي بقرص ايه قرص الغلي خلاص احنا كده بنتكلم عن ايه قرص الغلي يبقى قرص الغلي يفكرني ان هو موجود في شكل تابلت والغله تفكرني ان هو اهم استخدام ليه بيستخدموه كانسكتسايد اند روديتسايد عشان يحفظوا بيه الحبوب الحبوب اللي هي القمح والذره وزي الشعير ده الحبوب بس اشهرهم طبعا احنا بنستورد مين؟ قلنا بناكل ايه؟ قمح يبقى هما بيستخدموه في حفظ القمح فين بالظبط؟ في البيوت في بيوت الفلاحين كلها احنا منطقه زراعيه طبعا الشيخ دي كلها مناطق قولين ايه؟ دي كلها مناطق زراعيه فكل اللي حوالينا في الفلاحين كتير وبيزرعوا كلهم قمح وبيخزنوا القمح عشان ياكلوا منه صح؟ كلهم هما بيجوا يخزنوا القمح في شهر اربعه وخمسه اللي هو موسم حصاد القمح هما بيخزنوه بيحطوا في وسط القمح ايه؟ الحبات تمام؟ وفي الصوامع الكبيره بقى لو انتوا بتشوفوا الصوامع الكبيره اللي بيخزنوا فيها القمح برضه بيحفظوا فيها القمح بالايه؟ بالحبوب دي. الحبوب دي بتعمل ايه؟ الحبوب دي المفروض ان هي انسكتسايد ورودنتسايد يعني بتقتل اي حشرات ممكن تيجي وبتقتل اي فئران ممكن تيجي عشان ايه؟ تاكل القمح ده. دي الوظيفه الاساسيه بتاعت مين؟ بتاعت الالومنيوم فوسفات. تمام كده؟ ايه كمان؟ اللي ممكن يستخدموه في الفيوميديشن هو برضه قال انسكتسايد اند رودنتسايد بس بدل ما يستخدموه في شكل حبوب يستخدموه في شكل غاز. بيرشوا بيه مثلا السفن الكبيره اللي بتمشي في البحار المصانع الكبيره عايزين يعملوا يعني اراديكيشن لاي انسكتس موجوده او اراديكيشن لاي رودنس موجوده مش هيجيبوا اقراص بقى يحطوها في كل حته كده يعني ويوزعوها في الاماكن لا هي برضه هيستخدموه بس بشكل مختلف بشكل ايه؟ رش يعملوا بيه فيوميديشن يبقى الالمونيوم فوسفايد موجود في حوالينا في شكلين اثنين في شكل تابلتس بحفظ الحبوب وفي شكل ايه؟ ممكن يستخدموه في شكل رش وبالتالي اتوقع ان انا هتعرض ليه ازاي؟ انهيليشن وطبعا الانهيليشن ترتبط بايه؟ ممكن ديرماتكسيوجن صح؟ بس صعبه دي؟ خلاص طب يا ترى متوقعه التعرض ليه هيكون اكسيدنتال ولا سوسايدال ولا هوميسايدال؟ وارد الاكسيدنتال مش وارد جدا وارد جدا الاكسيدنتال بيكون اطفال بقراشين الحبوب بتاعه الغله دي هل ممكن سوسايدال فيري 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 كومن وبيحصل منه مقاسي والله لو في وقت قدامي بس تقوني خلاص الاستسايد كنت جبت لكم بقى كميه سيناريوهات شفناها في مركز سنون طنطا عن حبوب الغله دي كميه بنات ماتت قدام عيني من هايلي توكس وفيتال فيتال بضرار صعب مهما عملت من سبورت في تريتمنت قليل قوي ان الحاله تعدي معظمهم بيموت هايلي توكس وهايلي فيتال كميه مقاسي بتحصل منه كتير جدا 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 تمام فهو فيري كومن سوسايدال فيري كومن اكسيدنتال هوميسايدال لا مش تبع الهوميسايدال يبقى هو اكسيدنتال وسوسايدال انهاليشن وانجشن في مشكله؟ طيب يا ترى القمح المتخزن يعني احنا قلنا ان الحبوب ذات نفسها لو خلتها سواء اكسيدنتال او سوسايدال لكن القمح ذات نفسه تفصل؟ لا عارفين ليه؟ لان هو الحبوب دي لو اتحط في القمح بتتفاعل مع الرطوبه الموجوده وتطلع فوسفين جاف هذا الفوسفين جاف هو اللي بيحفظ القمح من الانسكتس ومن الروتنس بس خلاص بيبقى ديستريبيتد في الجو حوالينا ما بيعملش اكسيست واي ريزيديو اي بواكب متبقيه من الحبوب دي في القمح يعني بتروح بالغسيل ومفيش مشكله يبقى هو على مستوى ان انا اكل قمح عشان تبقوا فاهمين برضه الدنيا بتمشي ازاي ان انا باكل قمح كمتخزن بالمونيوم فوسفايد فيحصل له توكسيست من القمح لا القصه مش كده القمح ذات نفسه ما فيش فيه اي مشكله القصه ان انا لو التابلت ذات نفسها حصل لها انجشن سواء اكسيدنتال بطفل مش واعي وشافها قدامه في البيت فقابلها
او ايه سيستم الانجكشن في التابلتس اتسلف، اوكي؟ لكن الانجكشن بتاع القلب ذات نفسه لا. تمام؟ كمان في بعض الحالات حصل لها انهاليشن. ازاي؟ في بيوت يعني الناس اللي على قد حالها وعندهم اطفال كتير والبيت ضيق، ممكن يخزنوا القمح في اوضه من الاوض اللي الولاد بيناموا فيها، يحطوا كده شكاير القمح ويحطوا فيها التابلتس دي. احنا قلنا اتفقنا ان التابلتس تتفاعل مع الرطوبه وتطلع حاجه اسمها ايه؟ بروتين جاز. البروتين جاز ده هو اللي بيقوم بالمهمه كلها، هو اللي بالانسكتسايد والانتسايد. و في وجود حجره ضيقه وفي وجود عدد اطفال كتير ونفس يعني الدنيا ما فيهاش تهويه كويسه، ومعظم البيوت دي كمان بتبقى بيوت فيها رطوبه عاليه، تمام؟ كل دي عامل بتساعد ان يحصل ايه؟ اكسيدنتال انهيليشن، بس مش اثناء الفيوميجيشن اللي هو بيرش كده في المصانع و ده في البيت. وده بحكيه بقى الكلام ده مش في الكتب خالص، ده من الواقع اللي احنا شفناه. جالنا اطفال حصل لها اكسيدنتال انهيليشن وهم نايمين في الاوضه بتاعتهم. لما قعدنا سالنا ان بيكتشر لقيناها بيكتشر المونيوم سايتوكسيس دي. طيب امال يعني ازاي؟ ونحاول نجيبهم يمين شمال ونحقق معاهم عشان نقول ان هو الولد اكل؟ لا، بينفي تماما ان الولد اكل. طب امال القصه ايه بقى؟ احنا بدانا ان احنا نفهم مخزنين قمح، اه طب مخزنينه فين كذا، بدانا ريترو جريد كده نفهم الدنيا كانت ايه اللي حصل فيه. ف عايزه بس كده انا وضحت لكم ازاي بيحصل انهاليشن سواء على مستوى الاوكيوبيشن او في البيوت، ازاي بيحصل انجشن على مستوى التابلت سواء اكسيدنتال او سويسايد. كده احنا غطينا الالمونيوم فوسفايد. ايه بقى اخوه او ابن عمه الحمايه شويه؟ المونيوم ده المستهلك، الهاي توكسيك، الهاي فيتر، لما بيجي لنا حاله بيبقى حاطين ايدينا على قلبنا، يا رب تعدي. لكن الحنين شويه مين؟ الزيت فوسفايد. الزيت فوسفايد التركيز فيه مش قوي قوي، مش هايلي كونسنتريتد، وبالتالي هو بيعمل توكسيستي بس بتبقى مايلد تو مودريت توكسيستي، مفيش حالات ماتت من زيت فوسفايد كتير يعني. طب موجود حوالينا بشكل ايه بقى؟ بشكل بودره، باودر. يعني في كل المحلات اللي بيبيعوا اللي بيسموها ايه؟ ايوه المبيدات، اماكن بيع المبيدات بيبقى موجود عندهم. يقول لك ايه؟ عايز سم الفران. سم الفران ده له انواع كتير، تمام؟ لما يقول لك سم فران اسود غير سم فران ملون، وما يقول لك سم فران اسود وناعم غير سم فران اسود ومخرص. سم فران اسود ومخرص ده الاورجانو فوسفيتس. سم فران اسود وناعم زي الكحل وزي البودره زي الكحول، ده الكلام اللي بنسمعه من العيانين يعني. سم فران اسود وناعم زي البودره كده بالظبط، ده ايه؟ ده زيت فوسفات. بيجيبوه برضه الناس بتجيبه في البيوت تستخدمه، عندها شويه فران عمالين ياكلوا في حاجتها اللي مخزناها في العيش وفي مش عارفه في الخزين وفي المرتبه وغيره، وعايزه تتخلص من الفران دي مش عارفه، تروح لعمه تجيب منه شويه ايه؟ سم فران. هيقول لك هديك شويه سم فران هيخلصوا على الفران على طول من اول مره. تجيب بقى سم الفران ده لسه جواها، تحطه على حاجه الفران بتحبها، وليكن مثلا ايه؟ بيحب ياكل سمك مثلا، رانشون، طماطم، ده برضه الحاجات اللي بنشوفها معظمهم بيحطوها على طبق مايه او على طبق رانشون او على حاجه زي تمام؟ وتحطها للفران. بس للاسف مش الفران لوحدها اللي ايه بقى اللي بيحصل؟ ممكن اي طفل في البيت يحصل له اكسيدنتال انجيشن، اكل الطماطم مايه ما كانش واخد باله. وناس يعني لما تقول لي هم الناس ما بتاخدش بالها ازاي؟ يعني معقوله؟ اه والله بيحصل كتير جدا، بياكلوا الطماطم مايه او البنش مايه او مش عارفه ايه، وهي عليها ايه؟ الزيت الصفار. تمام كده؟ طب ممكن يحصل يوم السوسايدال؟ اه بعض البنات اللي مخها طائر يعني ساعات لما بتقرر تنتحر ممكن تنتحر بزيت الصفار. يبقى برضه بيتعرضوا ايه؟ سوسايدال واكسيدنتال، وغالبا بيكون عن طريق ايه؟ الانجيشن. كده احنا عرفنا القصه فيها ايه؟ هنتعرض ازاي؟ وهم اصلا بيستخدموا فيه. تعالوا بقى ايه؟ ده الكلام ده ننتقل بقى لنقطة تانية، ايه الميكانيزم عشان افهم الكائنات البكتيريا؟ هو الزيت والالمونيوم فوسفايد لما بيخشوا الجسم بيعملوا ايه؟ ويا ترى ايه الاعراض اللي تدل على الحالات اللي متسممة بالزيت فوسفايد والالمونيوم فوسفايد؟ اولا لازم السلايد مهم جدا. التابلتس بتاعت الالمونيوم فوسفايد او البودر بتاع الزيت فوسفايد اول ما بتخش المعده في وجود الميه H2O وفي وجود ال HCl اللي هي حموضه المعده بتتفاعل مع الالمونيوم والزنك فوسفايد وتطلع حاله خطيره جدا وتوكسيك جدا اسمها ايه؟ فوسفين جاز. يبقى الفوسفايد سواء المونيوم او زنك ان ذا ستومك سواء ان ذا ستومك ان ذا بريزنس اوف ووتر HCl
يتفاعلوا مع بعض ويطلعوا لي ايه؟ فوسفين جاز، هو في اتش 3 فوسفين جاز. الفوسفين جاز ده بيحصل له ابسوربشن فروم ذا ستومك فيري رابيد، ابسوربت فروم ذا ستومك فيري رابيد ديستريبيوتد اول اوفر ذا بودي سيستمز اند بودي سيلز، ويبدا يشتغل ويخرج ويعمل الجسم بالظبط. ده البي اتش 3 اللي هو المين، اللي هو مين؟ الفوسفين جاز. فاكروه كويس، ده الفوسفين جاز بي اتش 3. طيب هذا الفوسفين جاز ده لما يحصل له رابيد ابسوربشن ورابيد ديستريبيوشن بيعمل ايه برضه؟ ليه هو هاي توكسيك؟ ليه بترعبنا منه كده؟ ما بيسيبش خليه في الجسم في حاجه. كل البادي سيستمز، كل البادي سيستمز تمام؟ كل الخلايا بتتاثر. ليه؟ لان هو بيضرب الميتوكوندريا. بيضرب مين؟ الميتوكوندريا. اي ميتوكوندريا في اي خليه بيضربها على طول. بيعمل ايه بالظبط؟ التفاصيل مش عنيف، يعني دي تفاصيل بقى مع في البوست جرادويت بعد كده، بس هو بيأتاك مين؟ الميتوكوندريا. بيعمل ديستربشن لمين؟ للميتوكوندريا. فين حته في الجسم بالظبط؟ في كل البادي سيستمز. كويس كده؟ ده الشغلانه اللي بيعملها مين؟ الفوسفين جاز. فلما اسالك واقول لك هو ايه الاكتف انجريديانت او ايه التوكسيك انجريديانت في الفوسفايتوكسيستيك، هو مين؟ الفوسفين جاز. بيعمل ايه الفوسفين جاز؟ بيدستربت الميتوكوندريا في كل البادي سيلز. كويس كده؟ طيب يا ترى بقى ايه هذا الديستربشن في الميتوكوندريا هيأثر يعني ايه؟ مين؟ مين؟ بادي سيستمز بتتأثر بيه؟ عادي احنا اتفقنا ان الجي اي تي ده مش هنرفع عنه، يعني اي توكس ممكن تحط جي اي تي، لان ده مش نتيجه الميتوكوندريا، ده نتيجه بس اللوكال كونتاكت كده، هيعمل نوزيا وفومتنج وابدومينال بين وجراريا، وطبعا ده كل ده بيعمل في الورلوس، يعني لما يحصل فومتنج وجراريا ده في الورلوس، وبتقولوا كلمه الورلوس دي حلوه. ايه بقى اول حاجه ممكن تتأثر من ضربه الميتوكوندريا؟ الهارت. يعني ايه الهارت؟ يعني الانفيرمنت للميكارديال كونتراكتيفيتي، يعني بيعمل كارديوجينيك شوك. السلايد اللي فاتت كان فيها ايه؟ اللي هو النص. السلايد الثانيه كان فيها ايه؟ ديستربشن للميكارديال كونتراكتيفيتي. الاثنين مع بعض بيعملوا سيركيولاتري فيلير، وده المين برزنتيشن اوف المونيوم انزيل فوسفايتوكسيس اللي هو ايه؟ سيركيولاتري فيلير. يعني ايه سيركيولاتري فيلير؟ يعني شوك، يعني سيفير هايبرتنشن. فعلا الحالات هي فيها سيفير هايبرتنشن، بنعمل معاها كل اللايدز والتريتمنت والهايبرتنشن على مستوى الفلويدز وعلى مستوى حاجات تزود الكارديال بامب ماشي، ولكن برضه ما بتحسنش بسهوله، واذا الضغط بدا يرفع يبقى ايه؟ بدا ينزل ايه؟ ينزل تاني. يبقى ليه الضغط شديد قوي في النزول بتاعه ما بتحسنش؟ لان له حاجتين اتنين بيعملوا، الفلويد لوس والمايوكارديال كونتراكتيفيتي بتبقى ايه؟ ديسترايكتد. تمام كده؟ طب يعني ايه كمان؟ بيأثر على الليفر عادي بقى، يعني جولتس وكوانتيلوكس هو اي حاجه بتضرب الليفر هتعمل شويه حاجات له، زي ما قلنا في الباراسيتامول جولتس وكوانتيلوكس هايبرجلاسيميا انتيكوندس، وبيضرب الكدني بيعمل لنا الفيلر. وعلى مستوى الليف في حاجتين اتنين مميزين، الاتنين بحرف الام بقى، بيعمل ميتابوليك اسيدوزس وبيعمل ايه؟ ديستربنس في المغنيزيوم ليفر. ميتابوليك اسيدوزس وديستربنس في المغنيزيوم ليفر. في حاجه كمان بيعملها بس انا للاسف مش هحط السلايد بتاعتها، بيعمل بالمونري ايديما. يبقى لو حبينا نلخص مع بعض، هو اول ما دخل المعده عمل لها شويه اوريتيشن في شويه جي اي تي عملوا في دوت اوس، بعدين تفاعل مع الميه والاتش سي ال طلع الفوسفين جاز، دخل الفوسفين جاز ضرب الميتوكوندريا. اهم حته بيضرب فيها ايه؟ ليفر كيدني هارت. دي الاساسيات عندي، ليفر كيدني هارت، ليفر وكيدني وهارت. اما يضرب الهارت يعمل لي ايه؟ كارديوجينيك شوك، لانه بيعمل امبيرمنت للميكارديال كونتراكتيفيتي. لما يضرب الليفر هيعمل لي ايه؟ الهيباتوكسيستي المعروف. لما يضرب الكدني هيعمل لي رينال فيلير. لما يضرب الليف هيعمل لي حاجتين، حرف الاف المغنيسيوم والميتابوليك اسيدوز. وقلنا كمان انه بيأثر على الضغط وبيعمل هرمون الاكتين. طب احنا كده هنكون عملت احنا ظبطينا، احنا برضه ما كل توكس هتلاقيه عمال يضرب نفس الحاجات اللي عمال تنضرب من كل توكس. طب يعني هنعمل ايه بقى؟ احنا لخصنا الكلينيكال بيكتشر، الكلينيكال بيكتشر بتاع الاكيوت فوسفايت بويزنج بايه قدامكم؟ سمر. فلخصناها بايه؟ سمر. يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعت السلسلية توكسيس لخصناها بايه؟ ده خليكم معايا عشان ما ازعلش من اشهر الفصول بقى، عشان يعني الخص لكم ان ليه في سمر؟ ما ينفعش كده. يبقى احنا دلوقتي الكلينيكال بيكتشر مبروك للي كانوا بيتكلموا، بس اقول بقى اسمعوا معايا اسمعوا ولا نكرمكم ان شاء الله في الشرع يعني.
الكلينيكال بيكشر بتاعتي التوكسيس اللي التوكسيس اللي خصناها ايه؟ بتشارج صح؟ الكلينيكال بيكشر بتاعتي الباراسيتامول اللي خصناها ايه؟ سلايد فاكرين السلايد؟ الماستر سلايد بتاعتنا الميكانيزم اللي كان حاضر في السلايد دي اهم سلايد اللي هي اتنين باسويز معرفش ده ايوه 5% و5 خلاص كده إيه؟ طب النهارده الفوسفايد اللي خاصه بايه السمر اللي هي ايه سي ام ار في هو اللي لخصنا كده الفوسفايد بيضرب بيعمل ايه بيعمل سمر سي ام ار ده هو بيعمل 2 سي 2 ام 2 ار اول اتنين سي هما سي ان اس وكارديو فاسكولار مفيش غيرهم يعني والاتنين ام فين فاكرين الاتنين بحرف الام قلناهم في الباب ميتابوليك اسيدوزس والمغنيزيوم والاتنين ار اللي هما مين اللي هما الاكيوت رينال فيلير ورينال فيلير وريسبيراتوري ايه هيعمل ايه في الريسبيراتوري بيعمل بالمونر ايديما بيعمل ايه في الرينال بيعمل اكيوت رينال فيلير بيعمل ايه في الام ميتابوليك اسيدوزس والمغنيزيوم ليفل بيقل خلاص طب بيعمل ايه في 2 سي سي ان اس والكارديو فاسكولار الكارديو فاسكولار مهم جدا اوعوا تنسوه بيعمل ايه في الكارديو فاسكولار كارديوجينيك شوك بيعمل الكاردياك كونتراكتيفيتي بيعمل كارديوجينيك شوك هل هي الكارديوجينيك شوك بالاضافه للفلويد نص يعني سيفير هايبوتنشن سيفير شوك سيفير سيركولاتري فيلير وده المين ستيج ده الموست دايجنوستيك بوينت في حاله الفوسفايد بويزنج امال السي الاولانيه اللي هي السي ان اس احنا جبنا سيره سي ان اس شفتوا بقى احنا فعلا ما جبناش سي دي حاجه فعلا بتميز الفوسفايد الحاله بتبقى متبهدله سيفير هايبرشن سيفير ميتابوليك اسيدوزس وبعدين نبقلها ورغم ذلك هي كونشس فهو مالوش دايركت افكت على البريك لكن تاثيرات البريك كلها بتبقى سكندري يعني ايه؟ يعني مرحله بقى تدخل في السيفير شوك ممكن نتيجه السيفير شوك تدخل في ايه؟ في كوما صح كده؟ لما تخش في سيفير ميتابوليك اسيدوزس انت تدخل برضه في كوما يبقى تأثيره على السي ان اس هو غالبا تأثير اندايركت وليس دايركت نتيجة السيفير ميتابوليك اسيدوزس اند سيفير شوك خلاص وكده تبقى انتوا لخصتوا الفوسفايد بطريقة ان شاء الله مش هتتنسي كده عرفنا فهمنا القصة لعبتها منين كلها من الفوسفين جاز يعمل ايه الفوسفين جاز بيضرب الميتوكوندريا بيضربها فين في كل حتة في الجسم طب ايه المهم اللي بيضربه يعني السمر سي ان اس الكارديو فاسكولار الميتابوليك المغنيسيوم والرينال والريسبيراتوري وده مع نفتكر ان السي ان اس اندايركت وليس دايركت بس كده وخلص خلصت السورسز خلصت الكونديشنز الميكانيزم والكلينيكال ليكشر هل في حاجه تخص الدايجنوزس والتريتمنت واحنا بنشخص ازاي؟ ميرسي جدا يا شباب بنشخص ازاي؟ هيستوري هيستوري نمبر 2 انفستيجيشنز طبعا عندي هيستوري في اكسبوجر بيبقى واضح في حالات بتيجي تقول وحاجات ما بتقولش يعني بس نكتب كده الايدل ان في عندي هيستوري اوف اكسبوجر كلينيكال بيكتشر سمر الانفستيجيشنز انا مش هقولها وانتوا اللي هتقولوها بقى ايه السكيما بتاعت الانفستيجيشن راديولوجيكال يا اما لابوراتوري رقم واحد واحد ايه لا مش سامعه راديولوجيكال يا لابوراتوري ليه راديولوجي ومنساش مين اي سي جي ليه وراديولوجي اي سي جي ليه راديولوجي اي سي جي والليه توكسيكولوجيكال والنون توكسيكولوجيك هنثبتهم في البول اللي هم ايه سي بي سي سي بي سي اي جي جي اللي هو ايه ولاد ارتيريال بلاد جاز هو في ايه يعني هو في البي اتش والبايكربونات والبي سي او 2 ده الاي بي جي يبقى السي بي سي والاي بي جي والليفر فانكشن والكيدني فانكشن دي والكرايس طبعا والسيرم جلوكوز كل ده نون توكسيكولوجي فايدتهم ايه في السموم دايجنوستيك لا رقم واحد بيفالويت الكونديشن هو مايلد مودر ولا خطير ولا قصته ايه تاني حاجه بيفالويت البروجريس اوف تريتمنت صح كده تعالى نطبق الكلام ده هنا ليه توكسيكولوجي نون توكسيكولوجي نون توكسيكولوجي كان سي بي سي وان اي بي جي هلاقي ايه في بي جي هلاقي اي بي جي اسيدوز احنا قلنا بي اتش الميتا بوليك البي اتش قليل الميتا بوليك بس كده والباي كارب كمان قليل يبقى في الاي بي جي هلاقي ميتابوليك اسيدوز تمام كده هنا سي بي سي واي بي جي والكترولايتس والجلوكوز اخبار الجلوكوز ايه؟ هيبقى قليل ليه؟ لان بيضرب الليفر ممكن الاقي عندي هايبوجلاسيميا صح كده؟ طيب كده نون توكسيكولوجي طب هل في حاجه سبيسيفيك توكسيكولوجي انفستيجيشن؟ لا ما فيش على مستواكم كده ما فيش خلاص حلو الحمد لله اللاب كده خلص راديولوجي ايه الراديولوجي اللي ممكن اعمله في الحاله؟
عشان بالمونر ايه دي؟ واعمل الترا ساوند ده لقبل، واعمل ايه كمان؟ سيسي ده قلنا اي حاجه جوما سي تي، ومش ممكن دي فيها جوما في الاخر وارد ولا مش وارد؟ وارد. واي حاجه جوما لازم بنعمل فيها ايه؟ سي تي. يبقى الراديولوجي ممكن احط السي تي، ممكن احط سي اكس ار اشعه دي على الصدر، ممكن احط الترا ساوند، ما يضرش برضه. خلاص اتفقنا كده؟ طب كده قلنا اللاب والاي سي جي، هلاقي في الاي سي جي الريزميات بالهبل، مش هو بيظهر البتاع ده اسمها ايه؟ مايكارديوم، فهيعمل الريزميات، هتلاقي في الريزميات بالهبل. خلاص كده؟ كده خلصنا الايه؟ الدايجنوز. نخش على التريتمنت، هل في سبيسيفيك حاجه سبيسيفيك ممكن نقولها في التريتمنت؟ الحاجه الوحيده اتفقنا، وفي كلام هيتقال كتير وقلت الدكتوره بتقلق، في كلام كتير بس مش عارف كثر التكرار، يعني اقعد افن في كلام انتوا عارفينه حاجه رخمه. كان يوجوال بقى عادي الامرجنسي والسبورتيف والديكونتامينيشن والانتيدوت والهانس اليمينيشن، كل ده العادي. امال ايه الحته اللي هركز عليها هنا؟ هي حاجه واحده بس، لما باجي اعمل جاستريك لافاج بستخدم جاستريك لافاج ميه عاديه؟ لا، بعمل غسيل المعده بحاجه الكلاين زي الصوديوم بايكربونات. طب ليه بقى؟ مين هيجاوب؟ عشان ميتابوليك اسيدوز. لا نو نو نو، هعالج ميتابوليك اسيدوز ان انا احط ميه. لا لا، ما انا اداله في الوريد، انا بعالج ميتابوليك اسيدوز بصوديوم بايكربونات انتروبينوس. صح، انا بقول بعمل غسيل معده بصوديوم بايكربونات. مين بقى شاطر اللي هيجاوب؟ الرطوبه بتفاعل مع الميه والاكسجين. مين شاطر اللي هيجاوب؟ ايه تسيب يلا الاسيدوز بعالجها الحالة جات صحيح، هي جات بدأت يحصل فيها أعراض، يعني في جزء من الفوسفاين اتكون، بس ممكن يكون في لسه شوية حبوب جوه ما حصلش جوه الرياكشن اللي احنا حكينا عليه شوية. فانا لو عملت غسيل معدة بمية عادية انا هزود الرياكشن، هزود المصيبة. يبقى انا بعمل غسيل معدة بإيه؟ بصوديوم بايكربونات. ليه صوديوم بايكربونات؟ عشان دي حاجه الكلاين، الحاجه الكلاين دي هتعادل حموضه المعده، لان حموضه المعده من الحاجات اللي بتساعد على حدوث الرياكشن اللي بيطلع الفوسفين جاز. خلاص، يبقى ايه التكه اللي بتميز الالومنيوم فوسفايد والزنك فوسفايد؟ ان انا باجي اعمل غسيل معده هل بعمله متاخر؟ لا، بعمله عادي في التايم ويندو بتاعي العادي اللي هو في خلال ساعه لساعتين. طب ايه التكه اللي هنا؟ ان انا ما باجي اعمله بعمله بايه؟ بصوديوم بايكربونات. ليه؟ عشان اقلل انتاج الفوسفين جاز في المعده. اكتب لي التشارجول عالي، ما عنديش كلام كده اقوله، هي الجرعه العاديه المعروفه، كسرتكس الجرعه المعروفه، نو سبيسيفيك انتيدوت، نو رول، نو رول فور انهانسمنت اوف الليمينيشن، لان هو اصلا ما بيخرجش عن طريق الكدني، ما هوش اصلا دايلايزر ان انا اقدر اعمل له هيموداياليسيس. مفيش رول، there is no rule for hemodialysis، no rule for مثلا diuresis، no rule لأي حاجة خلاص. يبقى كل ما أنت درسته في الجنرال توكسيكولوجي من طرق للإنهانسمنت أوف إليمينيشن غير قابلة للتطبيق على الألمونيوم والزنك فوسفايد. يبقى العلاج كله فيه أي جديد؟ نو. الحاجة الوحيدة اللي هنركز عليها إحنا بنذاكر إيه؟ الجاستريك لافاج بعمله بإيه؟ بصوديوم بايكربونات. التشخيص فيه حاجة جديدة؟ نو، مفيش حاجة خالص. اللي مذاكر جنرال وفاهم كويس هيقول من دماغه من غير ما يركز. كلينيكال بيكتشر اللي كان فيها المشكله شويه لخصناها سي ام ار او سمر، واحنا حكينا في الاول بنتعرض ازاي عن طريق انجيشن انتليشن سوسايدال اند كده. انا خلصت وهسمعك لو عايز تسال. خلصت؟ اتفضل. لا هو مش قادر، هو ملح، ان هو جاي من تفاعل حكي مع بعض المونيوم وفوسفايد. لا مش كده، خلصنا الفوسفايد. اوكي، ندخل بقى على في الوقت الحالي.
تاني بقى كلها مش بتستخدم خالص خالص خالص، ما عدا واحد بس اللي هو اسمه ايه؟ دندر هوريكم دلوقتي. كتير وايد يوز از سترونج انسكتسايدز في البس تمام. حاليا ما عادتش بتستخدم خالص وكانت قويه وجايبه نتائج، بس نظرا لشكلها كتير جدا جدا وقف استخدامها تماما تماما. مين الناس اللي بتستخدم حاليا عشان كده احنا بنتكلم اللي انت ده لسه بتستخدم كانسكتسايدز تمام؟ لا انا بشوف ان الموضوع اول وايد انزل كده بيعملوا منه غسول لحشرات الراس الاطفال والحيوانات كمان، وبيعملوه وبيستخدموه كانسكتسايد لرش المحاصيل. ده كل بيت ده لسه هنبدا موضوع جديد تاني. طيب اتعرضوا ازاي؟ بنفس الطريقه، يا اما اكسيدنتال يا اما سوسايد. وهو ليكويد ولا حبوب ولا بودره؟ ليكويد. يبقى يا اما ليكويد وشارب اكسيدنتال او سوسايد، يا اما هو بيترش على الراس او بيترش على الانيمالز او بيترش في البيت، هتعرضه لايه؟ للانهيليشن. تمام كده؟ في مشاكل؟ ده كده كلام اظن احنا حفظناه خلاص يعني. طيب ايه بقى اللي كان لازم والكلينيكال بيكتشر؟ بصوا بقى اللي مانز الكلورينز بتروح دايما بلصات كتير، بلص 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 بلص، يعني ايه بلصات كتير؟ ستيمولانت. ستيمولانت جامد جدا، بيعمل هايبر اكسبتابيلتي على مستوى اهم اثنين اوردر اللي هم مين؟ السي ان اس برين والهارت. على مستوى البرين والهارت هو يعمل هايبر اكسيتابيلتي. لما يعمل سيفير كورتيكاستيميوليشن او هايبر اكسيتابيلتي ده هيعمل ايه؟ هيعمل كل درجات الهايبر اكسيتابيلتي لحد من الماكسيمم كونفرجن لحد ما نوصل للسيجن. فما يميز الكلوريزم بيعمل ايه؟ سيجن، وبيعمل سيفير جنرايز سيجنز. تمام؟ بعد كده ممكن السيجن تتلف بايه بقى من الاخر يعني السيفير ايه؟ سيفير كمان يحصل ايه؟ مزين طبعا الكوما تبقى اسيشن في ايه؟ في الريسبيراتوري سنتر ديبريشن. تمام كده؟ يبقى هو ما يميزه ان هو بيعمل سيفير كونفرجنز وليه بيعمل كوما وريسبيراتوري ديبريشن. طيب شايفين الكونفرجنز دي؟ مش قلنا دي اهم حاجه بنميزه؟ الكونفرجنز في السموم في الطب عموما لها توابع لازم تكون عندكم مش هنحفظها. ايه توابعها؟ هيحصل راكتوميوسيس، مظبوط؟ العضلات معاها شغاله هيحصل ايه؟ راكتوميوسيس. والراكتوميوسيس تؤدي الى ايه؟ مايلوبين يتوصل في الكدني يعمل ايه؟ الاكيوتين تنفيذ. ويحصل ايه كمان؟ لاكتيك اسيدوسيس. سددوها بقى مع اي حاجه سيجر جاي. طب اهم حاجه بتميز الاوتيلوكلورينيا مال السيجر وايه كمان؟ وتوابعها بس. يبقى ما يميز الاوتيلوكلورينز سيجرز وتوابعها. ما هي توابع السيجرز؟ رد مايوسيس مايلوبينوريا اكيوتين تنفيذ لاكتيك اسيدوسيس. تمام كده؟ ده اول اوجن بيأثر بالهايبر اكسيتابيلتي. في بلاصات تاني فين تاني عمال يعمل هايبر اكسيتابيلتي فين تاني على مستوى الميوكارديا. ده يعمل ايه؟ يعمل سيفير اريثميا. مش لازم انواع المهم يعمل سيفير اريثميا، بس يعمل ميوكارديا اريثميا. وبيأثر على الضم بس بشكل مباشر يعني اقصد يعني بعد ما يحصل له مكسور مش لما يروح يشتغل على الضم ويبوظ فيها؟ لا. هو الناس هتيجي يستخدموه وبيدوبوه في ماده هايبوكارديا. حصل اسبيريشن يعني الطفل اللي هو بيشربه او حد كبير حد ينتحر في شركه وهو دايب في ماده هيدروكاربون وهو بيشربه لو حصل شرق يعني جزء من الشرب ده دخل على اللنج بيعمل حاجه اسمها اسبيريشن للمريض. يبقى اللنج بتتاثر في الاوتيلوكلورينز ازاي؟ بتتاثر لو حصل اسبيريشن. يبقى ديورينج سيميسايدر اور اكسيدنتال انجيشن لو حصل اسبيريشن الماده الهيدروكاربون اللي دايب فيها اللندن دي هتعمل ايه؟ ما يسمى بالكيميكال نيمونايتس، بيسموها اسبيريشن نيمونايتس او كيميكال نيمونايتس. تمام؟ طيب اخر حاجه بقى ودي مش بتخص خالص الاكيوت سيستم بس عشان في البدايه يعني خلاص مش حاجه نزل منها. في الكرونيك اكسبوجر مع ريبيتد اكسبوجر كرونيك او مع سيفير 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 اكيوت اكسبوجر ممكن يعمل بون مارو ديبريشن. والبون مارو ديبريشن ده يبان بشكل حاجه اسمها ابلاستيك انيميا. يعني ايه ابلاستيك انيميا؟ يعني كل ما ينتجه البون مارو بيقل. مش هو بينتج ار بي سيز؟ تقل انيميا، بينتج بليتلز؟ تقل سترونج سايد، بينتج وايت بلاد سيلز؟ ليكوبليتيفيتي. دي بنسميها ايه؟ ابلاستيك انيميا. تحصل اكتر مع مين؟ مع الكرونيك وليس الاكيوت. ممكن في الاكيوت بس مع هاي كونسنتريتد كومباوندز او السيفير اكيوت لكن اكتر مع الكرونيك. ما سمعتش بسم الله خالص. تقريبا انا سالت سوسايد
بلصات كتير فين؟ برين وخط. بلصات كتير في برين وخط. بلصات البرين تعمل ايه؟ سجن. سجن تعمل ايه؟ توابع. الخط هيعمل ايه؟ كاريزما. يبقى التركه الوحيده للتريتمنت هي المنطقه